فين يا جماعة الحركات؟ لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش، حتى بص الحركة دي. بص اللقطة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ده فيديو جديد. بس هذا الفيديو في مساش اللايك واشترك في القناة وفعل الجرس والكومنتات كده اشتراك في الفيديو الجاي وليه عدد الصورة ده 500 لايك. ومعاكم عبد رينجا ويلا بينا نبدأ بقى الفيديو. فكرة الفيديو هنجيب لكم ايه؟ هنجيب لكم تجمعات مشاريع تيك توك على ترند. ترند بتاع مين؟ أحمد حلمي. أحمد حلمي عمل أغنية على تيك توك بقالها أسبوعين وخربت تيك توك كله. أنا عملت منها الجزء الأول والتاني، فلقيت ناس كتير بتقول لي اعمل الجزء التاني، فأنا هعمل لكم الجزء التالت من تجمعات مشاريع تيك توك بتاع الترند بتاع أحمد حلمي. لو الجزء الرابع برضه في تحت التعليقات، فاحنا هنقيم كل واحد عملها حلوه ولا وحشه، ونقيمه التقييم بتاعنا من 10، انا هقيم وانتوا قيموا تحت التعليقات، ولو انت عندك اي فيديو عن مين اكتب تحت التعليقات وان شاء الله اشوف ورد عليك واعمل فيه ورا بعض، ورينا على الصوره ده 500 لايك ويلا بينا بقى نشوف بقى الترند ده. فين يا جماعه الحركات؟ لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش، حتى بص الحركه دي. بص بص اللقطه دي. حتى بص الحركه دي. بص بص اللقطه دي. 9 من 10 يا جماعة الحركات. لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش، حتى بص الحركة دي. بص بص اللقطة دي. حتى بص الحركة دي. بص بص اللقطة دي. 4 من 10 فين يا جماعة الحركات؟ لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش، حتى بص الحركة دي. بص بص اللقطة دي. حتى بص الحركة دي. بص اللقطة دي. 6 من 10 فين يا جماعة الحركات؟ لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش، حتى بص الحركة دي. بص بص اللقطة دي. حتى بص الحركة دي. بص بص اللقطة دي. 5 من 10 انا بقى يعني هو احمد سعد هو عملها خد 9 من 10، يعني احمد سعد هو اللي فاز. انتوا بقى تقييموا تحت التعليقات، انتوا بقى ماشي ده رايي، رايكم انتوا بقى اكتبوا تحت التعليقات. كل واحد عمل المقطع الاول 10 من 10، المقطع الثاني والمقطع الثالث والمقطع الرابع، واللي هيكسب هعمل له تجمعات فيديوهات واعرضها على القناه عندي. تمام، بس كده يا جدعان. لو عايزين اي فيديو عن مين برضه اكتبوا تحت التعليقات. واحنا كده خلصنا الفيديو، ما تنساش اللايك وشير في القناه وفعل الجرس وكومنت كده عشان الفيديو الجاي، وريني على الصوره ده 500 لايك. ومعاكم عبد الرنجة، اشوفكم فيديو جديد. سلام.